من أسئلة الكتاب شابتر 4 بروبلم 6 A person has a reasonable chance of surviving an automobile crash if the deceleration is no more than 30 g's يعني 30 مضروبة في 9.8 Calculate the force on a 65 kilogram person accelerating at this rate What distance is traveled if brought to rest at this rate from 95 kilometer per hour يبقى عندنا شخص في سيارة وحصل اصطدام والسيارة مشيت مسافة لغاية ما تتوقف مقدارها مطلوب طبعا الفورس هتكون عند الاصطدام عكس الحركة السرعة تبدأ بـ 95 كيلومتر بير أور وفي النهاية توقف طبعا ده في نوت نقدر نحسب الأكسلريشن لا هو مدينة الأكسلريشن 30 جيز لما نحسبها نقدر نحسب بعد كده منها المسافة الأول نحسب الفورس الفورس هتساوي الام في الايه الماس 65 كيلو جرام الاكسلريشن 30 تايمز 9.8 يعني هيساوي 65 تايم 9.8 تايمز 30 ده يساوي 19110 نيوتن لو 3 ديجيتس يبقى 19100 لو 2 ديجيتس يبقى 19000 طالب الديستانس عندنا السرعة النهائية هتبقى بزيرو والابتدائية مدهلنا 2A dx هيتوقف هيبتدي ب 95 تقسيم 3.6 الكل سكوير بلس 2 30 تايمز 9.8 دي الاكسلريشن الدي هي المسافة المطلوبة اذا الدي ايكوالز 95 تقسيم 3.6 طب انا عايز احط هنا نقول نيجاتيف لان عكس الحركة حسبت السرعة ربعتها تقسيم 60 وتقسيم 9.8 تطلع طبعا مسافة بالبوزيتيف 1.18 متر يبقى محتاج مسافة تقريبا 1.2 متر لو طالب 2 ديجيتس عشان يتوقف فيها بالاكسلريشن اللي هي 30 جيز